هذا سؤال العضو السابق المحترم صلى الله شافيه ويعطيه الصحة والعافية السيد حسين القلاف، موجه إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في 28 ديسمبر 96. أحد الأسئلة يقول له: ما عدد من ثبت عليهم تهمة التعاون مع الغزو أثناء الغزو العراقي الغاشم ممن يعملون في الجيش؟ الإجابة أوراق رسمية مسجلة موجودة بمجلس الأمة. إجابة السؤال الثاني: عدد العسكريين ممن ثبتت عليهم تهمة التعاون مع قوات النظام العراقي الغاشم من غير محددي الجنسية والجنسيات الأخرى 3944 عسكري، حتى أكون أمين. والجنسيات الأخرى كم عدد الجنسيات الأخرى؟ ولا شيء، عدد بسيط جدا. بعض الجنسيات الأخرى كانت تعمل في الطواقم الطبية وغيرها. إذن هل يجوز أن أساوي 40 و42 شهيد اللي هم على رأسي، وإذا ما تجنسوا وفي منهم ما تجنسوا يجب أن يتم تجنيسهم مع 4000 متعاون؟ ما يصير يا جماعة، ما يصير. ولا الهوية للبيع، خاين رايح الجيش الشعبي. ويعني أنا مستغرب من شيء، وايد يدافعون على البدون وحقهم، منصة بدون وندافع على البدون والمساكين والمظالم والكويتيين. من يدافع عنهم؟ الكويتيين هم المظلومين إذا تم تجنيس الخونة، أما المستحق يجنس. ما احنا ضدهم، اخواني معي بالنادي لاعبين غيره ويعرفون زين موقفي. اللي حاولون يصورون لنا عنصريين وبالسوشيال ميديا روحوا الى افحد حد، والله لن نقف، والخائن ما راح يتجنس على ارقابنا، وهذا قسم.